السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا. وصلنا في chapter 3 إلى منتصف section 3.1. بلشنا في هذا السكشن عن الـ addition of unsigned numbers، شرحناها، شرحنا الـ add و add with carry، وأخذنا مجموعة من الأمثلة عليهم. اليوم إن شاء الله بدنا نشوف الـ subtraction. Subtraction of unsigned numbers. الانستركشن الرئيسي المستخدم مع هذا النوع هو SUB، sub، اختصار sub. طبعا زي الاديشن بيكون معاه destination و source. لما نكتب هذا الانستركشن الـ destination راح يتخزن فيه ناتج العملية destination minus source، راح يعمل apply أو perform للـ subtraction process، والناتج يعمل storing في الـ destination. طيب، من الأشياء اللي لازم ننتبه لها ونكون متذكرينها إنه الـ subtraction في الـ 8086 microprocessor بتستخدم two's complement من الرقم اللي مخزن في السورس، بعدين بتعمل addition. إذن هو بيستخدم نفس الادر سيركتري الموجود لعملية الادشن، بيستخدمها نفسها وبيعمل subtraction عن طريق إنه الرقم الثاني اللي هو المطروح، مش المطروح منه، الرقم الثاني للسورس المخزن في السورس بيحسب له two's complement، بعدين بيجمع الرقمين جمع مع بعض. طب الستبز هاي موجودة عندنا هون. أول step بدي أحسب الـ two's complement، ثاني step بدي أعمل addition between destination and source، ثالث step بدي أعمل invert للـ carry. يعني الناتج من هاي الـ operation إذا كانت الـ carry flag 1 معناها الـ carry flag بتكون 0. كيف بتكون 0؟ لأن بدي أعمل invert للـ carry. هاي 3 steps متصلين مع بعض علشان أعمل subtraction process باستخدام الـ adder circuitry الموجودة في المايكرو بروسيسور. الاوبيراند الثاني الموجود في مكان السورس بدي احسب له two's complement، اجمع الرقمين مع بعض، اعمل invert inversion للكاري، اعمل له not، يعني اذا كان 1 بصير 0 واذا كان 0 بصير 1. هيك بكون خلصت الاوبريشن كامله، والريزلتس بدي اخزنها وين؟ في الديستنيشن. طيب هلا الريزلتس كيف اعرف انه بوزيتيف او نيجاتيف؟ بعد ما اعمل نيجيشن للكاري، يعني بعد اخر ستيب هون، اذا كان الكاري فلاج 0 بعد اخر ستيب، بعد ستيب نمبر 3، اذا كان الكاري فلاج 0 معناها الجواب بوزيتيف، اذا كان الكاري فلاج 1 معناها انه الجواب نيجاتيف. ايضا في معلومه ضروري نكون متذكرينها، السبتراكشن بروسيس، لاحظوا احنا بناخذ السورس اوبيراند، بنعمل له توز كومبلمنت، بنعمل له اديشن مع الديستنيشن المجموع، بنخزنه في الديستنيشن، وبنعمل نيجيشن، بنعمل انفيرجن للكاري فلاج. بعد الثري ستيبس هاي اذا كان الكاري فلاج 0 معناها الجواب بوزيتيف، اذا كان الكاري فلاج 1 معناها الجواب نيجاتيف. طيب هلا الريزلتس اللي تخزنت في ال destination operand في الريجستر اللي كان الاول، يعني اللي قبل الكوماند، كيف راح تتخزن؟ راح تكون مخزنه as two's complement. هاي نقطه مهمه، راح تكون as two's complement للنيجاتيف انسر او للنيجاتيف ريزلتس. طيب لو بدي احولها الى رقمها الطبيعي الحقيقي، اعرف الفاليو كم هي، بكل بساطه استخدم not instruction، بستخدم increment instruction. not instruction ايش بيعمل؟ not instruction بيحسب لنا ال ones complement.
يعني لو كان عندنا الرقم التالي استخدمت مع not لكل بت بيعكسها بيعمل inversion راح يحسب لي الونز كومبليمنت الريزلت من not بتعطيني الونز كومبليمنت increment بتزيد عليه واحد اني احسب ونز كومبليمنت وازيد عليه واحد بالطريقة هنا بحسب توز كومبليمنت ولما احسب توز كومبليمنت او توز كومبليمنت بيرجع لي مين الاوريجينال نمبر هاي التفاصيل لازم نكون فاهمينها ونعرف طب بالنسبه للي وصلوا متاخرين اعيد بدايه محاضرتنا بدانا اليوم مع الانستراكشن اللي بيعمل سبتراكشن طريقه كتابته سب ديستنيشن سورس طريقه اجراء عمليه السبتراكشن كيف بتصير اول ستيب السكند اوبيرانت يحسب له التوز كومبليمنت بعدين بيجمع الرقمين مع بعض بعدين بيعمل انفيرت للكاري بعد ما يخلص الثري ستيبس اذا كانت الكاري زيرو معناته الجواب الريزلت ناتج عمليه الطرح الجواب بوزيتيف اذا كان الكاري فلاج 1 بعرف انه نيجاتيف يعني اذا بدي احذر او اعمل تشيك على الريزلت انها بوزيتيف او نيجاتيف بشوف الكاري فلاج إذا زيرو معناتها بوزيتيف، إذا وان معناها نيجاتيف. وتلقائياً الجواب بيكون مخزن في الريزلتس as توز كومبليمنت في حالة نيجاتيف ريزلتس. خلينا نشوف الآن مجموعة من الإكزامبلز اللي ممكن يزيدوا فهمنا لهذا الموضوع. هذا الإكزامبل إيش فيه؟ الرقم 3F خزنته بداية في الـ AL بعد هيك خزنت في الـ BH رقم 23 طبعا هيك سد اسم الأرقام هاي بعدين حكيت sub AL كوما BH ايش معنى هالكلام؟ معناه AL minus BH طيب هلا الـ AL كم قيمتها؟ 3F والـ BH 23 طيب ذكرنا الستبز اللي تعلمناهم 2 3 in terms of binary هيها 3F in terms of binary هيها طيب احنا قلنا لما بدنا نعمل subtraction بقدر اعمل 2's complement للرقم الثاني اللي هو المخزن في ال BH بحسب له 2's complement وبعمل addition اذا 2's complement لهذا الرقم هيها هون احنا ايش حسبنا؟ حسبنا 2's complement هاي الستيب طبعا انا ما بعملها المايكرو بروسيسور بيعملها implicitly المايكرو بروسيسور هو اللي بيحسب التوز كومبليمنت للسكند اوبيرانت بعدين بيعمل اديشن بعدين بس يخلص الاديشن ايش بيعمل؟ بيعمل نيجيشن لمين؟ للكاري فلاج طلع هون لما عملنا اديشن طلع الكاري فلاج عندي 1 بعد الستيب الثاني حسبنا التوز كومبليمنت وعملنا اديشن طلعت الكاري فلاج 1 الان ثالث خطوة لازم نعملها بعملية السبتراكشن أو المايكرو بروسيسور بيعملها هو إنه يعكس الكاري فلاج فهو طلع معي 1 معناتها هو 0 هاي ستيب نمبر 3 معناها الكاري فلاج 0 بما إنه الكاري فلاج 0 إيش يعني؟ معناها الجواب اللي عندي بوزيتيف نمبر وطبعا في إنديكيشن ثاني كونه أرقام بسيطة ونقدر إحنا نشيك عليها مين أكبر 3F ولا 23 3F اكبر معناته ناتج عمليه السبتراكشن راح تكون بوزيتيف نمبر اكيد. ايضا ممكن نحتاج نعمل تشيك على الفلاج ريجستر ونعمل عليه شيء معين. طبعا بعيد وبكرر اذا كنت بدي اعرف انه ناتج السبتراكشن اوبريشن ناتجها بوزيتيف او نيجاتيف ايش بعمل؟ بعمل تشيك على الكاري فلاج هو اللي راح يعطيني انه بوزيتيف او نيجاتيف وليس الساين فلاج. هي طبعا شيء خاص بالسبتراكشن تحديدا.
ولاحظوا انه الجواب هو عبارة عن 1C. فعليا هذا هو ناتج عملية طرح الـ 2 numbers الموجودين عندنا، وهو بيكون جاهز في حال انه الجواب بوزيتيف. اما في حال الجواب اللي طلع عندي كان نيجاتيف، لازم اعمل له 2's complement عشان اعرف الفاليو كم هي. نشوف هذا المثال كمان. Analyze the following program from the data segment from the code segment بلا بلا بلا. طيب أنا عندي هون 3 labels، كل واحد فيهم بيأشر على memory address مقدار 1 byte. data 1 بعتبره variable مخزن 4C، data 2 مخزن 6E، data 3 question mark يعني محجوز في الميموري لكن لسه ما فيه أو ما حجزت ما كتبت فيه data. الآن أول step move data 1 to DH register، معناها الآن بعد هاي step ال DH register كم قيمته؟ 4C. step اللي بعدها subtract من الرقم اللي موجود في DH minus data 2. هاي إيش معناها؟ معناها 4C minus 6E. طبعا واضح الجواب هون راح يطلع نيجاتيف. ليش؟ لأن 6E أكبر من 4C وأنا بدي أحسب 4C minus 6E. هاي أول نقطة. النقطة الثانية لو حولناهم باينري 4C هايها بالنسبة ل 6E باينري هايها. طب لما بدي احسب، احنا لما بنعمل سبتراكشن حكينا المايكروبروسيسور بيحسب 2's complement للسكند اوبيراند اللي هو داتا 2 بهي الحالة، بعدين بيعمل addition، بعدين بروح على الكاري فلاج بيعمل له negation، إذا كان 0 بيحوله 1 وإذا كان 1 بيحوله 0. والجواب بيخزنه في الريزلتس اللي هو في الديستنيشن اللي هو في هاي الحالة في الدي اتش. طيب عشان نعرف إنه بوزيتيف أو نيجاتيف نمبر حكينا بنعمل تشيك على الكاري فلاج في حالة السبتراكشن. طيب أول ستيب أنا بدي أعملها، لاحظوا انا عندي هاي minus this number تكافئ plus of the two's complement of number. two's complement لو جينا من اليمين 0 ثبتها 1 ثبتها، بعدين اعمل negation لكل الارقام عندي 1 1 0 1 1 0. انا بحكي من اليمين، من هون ببلش من اليمين 0 ثبتها 1 ثبتها. الان المجموعه هاي كامله بدي اعملها inverting. لما عملنا inverting كيف راح تصير؟ 0 1 1 0 0 0 1 0، أول رقم من هدول راح نثبتهم. إذا هاي راح تيجي مكان مين؟ مكان هاي. إذا بدي أعمل addition. طب لو عملنا addition again بدي أكتب الأرقام 4 5C والرقم الثاني 6 ذكرت علشان بدي اعمل 2's complement الارقام هاي راح تختلف معي، راح تصير 1 0 0 1 0 0.
لأن لو بدي أعمل addition جواب رح يصير 0 1 1 1 1 0 1 1. وما ننسى هون انه الكاري فلاج من هاي الستيب انتو زيرو، بس بدنا نعمله نيجيشن اذا راح تصير 1. اذا هون الكاري فلاج راح تصير قيمته 1. الكاري فلاج 1 ايش معناها؟ الجواب اللي عندي نيجاتيف. طب ايش معنى انه هذا الجواب نيجاتيف؟ ايش معنى انه هذا الجواب نيجاتيف؟ اذا هو الان مكتوب in terms of two's complement. اذا بدي اعرف الفاليو كم هي لازم ارجع احسب توز كومبلمنت كمان مره لنفس الرقم هذا. طيب التوز كومبلمنت لهذا الرقم كم هي؟ من اليمين 0 1 بيضلوا والباقي بعملوا نيجيشن. اذا رح نحكي 0 0 1 0 0 0 1 0. اذا الجواب هو عباره عن 22 هكسا بس نيجاتيف فاليو. هاي النقطه نتذكرها انه نيجاتيف فاليو مقداره 22 هكسا. طيب هلا ذكرنا اذا كانت الكاري فلاج 1 معناها الجواب نيجاتيف. طب اذا كان الجواب نيجاتيف بيكون مخزن as two's complement. نستخدم not بيحوله الى one's complement. نستخدم increment one بنرجعه two's complement. الان الدي اتش فيها two's complement اللي هي الفاليو الاصليه المطلوبه. بخزن الناتج وين؟ في الداتا 3. طب لو كانت الكاري فلاج 0 جمب اف نوت كاري، يعني اذا كانت الكاري فلاج 0 خلص خلصنا الجواب خلصنا الحل، معناته راح يعمل سكيب للتو ستيبس هاي وينتقل هون ويخزن الجواب في داتا 3 دايركتلي، الجواب جاهز. اما اذا الكاري فلاج كانت 1 راح يمر على هاي الستيب وهاي الستيب لانه نيجاتيف فاليو عندي وعندي توز كومبلمنت، الجواب اللي موجود في الدي اتش بيكون از توز كومبلمنت بدي احوله للاوريجينال فاليو. هوبفولي الستيبس الموجودين عندي هون يكونوا واضحين. وهذا الحل ايضا واضح امامنا والستبس كيف تعمل. والجواب هو نيجاتيف 22 هكسا. طيب الان في نوع ثاني من السبتراكشن سب وذ بورو. Sub with borrow. بعض الاوبريشنز ممكن احتاج اني استخدم sub with borrow معها بدل sub العاديه. هلا sub traction او sub instruction اللي شفناها قبل قليل احنا تعاملنا اذا كان بوزيتيف الجواب كما هو، اذا كان نيجاتيف بدي اراعي فكره انه بدي اعمل توز كومبلمنت للريزلتس عشان اعرف الفاليو كم هي. طيب نشوف وين ممكن نستخدم السب، عفوا سب وذ برو. سب وذ برو باختصار ايش تختلف عن السب؟ انه في حال الكاري فلاج كان 1 راح تعمل ماينس 1 من الجواب النهائي. وهلا بنشوف ليش. خصوصا هاي عاده تستخدم مع اللارج نمبرز، يعني ما بكفيها 1 بايت او 2 بايتس، ما بكفوها الريجسترز. كيف شفنا مثلا المالتيبل اديشن مالتي وورد اديشن سابقا، نفس الفكره بدي اخذ جزء من الجواب وبعدين اصير امر على باقي الارقام او باقي الاجزاء من هذا الرقم الكبير. طيب. الان في مثال راح نيجيه موجود فيه نيو دايركتيف اسمه PTR اختصارا لكلمة بوينتر. هذا الدايركتيف بنستخدمه إذا كان الانستركشن عندي بتعامل مع الميموري والديستنيشن اوبيراند مش مجهز
او مش واضح المعالم انه 8 bits او 16 bits، وممكن يصير confusion، ممكن يصير خربطه بالسيستم، ما يفهم انه انا بدي اخذ 1 بايت من الميموري ولا اخذ 2 بايتس من الميموري. فبهيك حالات بستخدم البي تي ار. فمثلا اذا كتبت وورد بي تي ار معناها لما تروح على الميموري تجيب معك 2 بايتس. والحال الثاني ممكن استخدم بايت بي تي ار، هاي معناها من الميموري اعمل فيتشنج اونلي 1 بايت. طبعا متى بنستخدم البي تي ار دايركتيف؟ لما يحتمل الانستركشن الخيارين انه ممكن يعمل فيتشنج لبايت او 2 بايتس. طب انا لازم اعطيه اشاره انه الان انا ايش بدي من هاي الخيارين، بدي واحد منهم وبحدده. فمثلا وورد بي تي ار اطلعوا ايش راح تحكي للاسمبلر، راح تحكي له انه استخدم الوورد اوبيراند، خذ اعتمد السايز وورد حتى لو كان الديفايند داتا تايب كان مثل دبل وورد مثلا، وهذا موجود في المثال التالي. لاحظوا في هذا الاكزامبل انا عندي two numbers، اول رقم بيمثل data underscore a data underscore b، كل واحد فيهم عرفه as defined double word يعني حاجز له 4 bytes. طيب نيجي على الكود، طلعوا على الكود word ptr data underscore a، يعني روح لي على الداتا A جيب منه ايش؟ وورد، وخذ كبي عنه لمين؟ ل AX. طيب بعد هيك ايش عملنا؟ سبتراكت الرقم الموجود في AX الان اللي هو وورد، وين الوورد؟ هذا الجزء. طبعا هنعرف الرقم هذا لو بده يتخزن في الميموري كيف بتخزن، بالاعتماد على الليتل انديان كونفنشن. اللور بايت هو اف اي، اذا هذا راح يكون اول بايت، اللور ادرس، بعدين 62، بعدين 25، بعدين 06، هيك راح يكون موجود في الميموري. فاذا كنت انا مستخدم بايت بي تي ار، اول وحده راح يجيبها راح ياخذ هذا البايت. طب اذا كنت انا حاكي له وورد بي تي ار، بهيك حاله راح ياخذ التو بايتس مع بعضهم هذول ويجيبهم از وان تشانك، وان بيس، قطعه واحده. طيب بدنا ننتبه لعده امور هون. اول شيء لاحظوا الداتا اي هذا الليبل بيكون مخزن فيه الاوفست لاول بايت من هاي الداتا الموجوده عنده هون. فلما بحكي له جيب لي وورد من بداية هذا الفاريبل راح ياخذ اول 2 بايتس ويجيبهم. جبناهم لموف، عفوا ل AX، بعدين عملنا سبتراكشن، بعد هيك عملنا سبتراكشن. لاحظوا 62 FA موجودة في AX، وبدي أعمل سبتراكشن لمين؟ نطلعوا هون إيش عندي؟ داتا B برضو قديش أخذت منها؟ بوينتر لوورد، يعني بدي أجيب وورد كامل من داتا B. وورد هي إيش معنى هالكلام كله بالمحصلة؟ معناه إني جبت الرقم 62 FA وبدي أعمل سبتراكشن لمين؟ برضو لللور وورد من بي اللي هي 963 بي. بعد هيك اطلعوا احنا هيك خلصنا من هذا الجزء من اللور وورد بالرقمين الاثنين، خلصنا منه. ضل عندي الهاير وورد. الان بحكي أو قبل هيك عفوا،
الجواب اللي طلع معي اللي موجود حاليا مخزن في الاي اكس بحكي له روح لي على الاوفست ريزلتس واحجز لي وورد، يعني بدي انقل داتا بمقدار 2 بايتس من اي اكس وخزنها في الريزلتس. هو ناتج السبتراكشن للرقمين هذول مبدئيا راح يخزنها باللور وورد في الريزلتس. طيب ثم بعد هيك نرجع على الداتا A، ما بناخذ الاوفست من البدايه، بنزيد على الاوفست 2. ايش معنى هالكلام؟ هلا الداتا A اوفست ذكرنا بتاشر على اول بايت، طب زيد 2 هاي 1 هاي 2 راح تصير تاشر هون. وايش حكينا هون؟ وورد بوينتر، معناها انا بدي اجيب الان من هذا المكان 2 بايتس، 2 بايتس هي هون. لمين بدي اجيبهم؟ ل AX، معناها AX كم راح تصير قيمتها بعد هذا الانستركشن؟ 0625. ثم طلعوا عندي هون سبتراكت وذ برو، هاي مهمة جدا. ليش؟ لأنه ممكن الجزء الأول يكون عمل برو من اللي أعلى منه، فلازم هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار. ليش؟ نحسبها ديسيمال. لو كان عندي الأرقام 5210، طبعا بحكي الآن عن ديسيمال، ماينس 3230. لما نعمل السبتراكشن هون ايش بنعمل؟ 0 ماينس 0 الجواب 0، 1 ماينس 3 تعلمنا نعمل برو، نحكي ال 1 وال 2 بتعدل عليهم، 2 راح تصير 1، 1 راح تصير 11. الان 11 ماينس 3 الجواب 8، نيجي هون نحكي الجواب 8 وبنكمل. الان 1 ماينس 2 برضه less than that، نفس الفكرة، هاي بتصير 11 وهاي بتصير 4. 11 minus 2 8، أنا هحصل عندنا هون كمان 8. 4 minus 3 1. انتهى الجواب. لاحظوا هون بهاي الستيب مثلا انا عملت برو من الديجيت اللي اعلى منها، كيف عملت برو؟ يعني اخذت واحد، كانت اثنين صارت واحد، نقصت واحد، اذا صار في برو معناته راح انقص منها واحد، خلينا متذكرين هاي الجزئيه. طيب بالنسبه لهذا الرقم لاحظوا انه هذا الرقم كله مع بعضه رقم واحد، هذا كاملا رقم واحد، يعني عدد واحد، هذا بيمثل رقم واحد كاملا، هاي الديجيتس كلها رقم واحد. طب انا لما اخذ جزء منه اعمل عليه سبتراكشن، طب واضح طبعا عندي هون انه عندي 6 ماينس 9، هاي ايش راح تعمل؟ راح نحكي 6 اقل من 9 ما بتعمل سبتراكشن، معناته 5 بتصير 4 و6 بتصير مثلا 16، رغم انها هي بتصير اكثر لانه هذا هيكسا ديسيمال، كل 1 من فوق بتيجي هي بتمثل 15، بتمثل 16، يعني بنزيد على 6 16 بتصير 22. قديش 22 ديسيمال قديش تمثل هكسا؟ كل 20 18، 18 ناقص 9 9، اذا الجواب هون 9 بصير 6، لما تاخذ 1 من ال 5 بتصير هون 16 هكسا ديسيمال، عفوا بتصير 18 هكسا ديسيمال ماينس 9 تعطيني 9. طب انا لما اخذ بس هذا الجزء واحسب وقتها، وقت ما حسبت الناتج ما كان لي اكسس على هذا الجزء وما عدلتش عليه، فلازم هون اشيك انه اذا الاوبريشن هاي القديمه صار فيها برو معناته بدك تنقصه من النكست نمبر اللي هي من ال 625، بدك تنقص واحد، عشان هيك هاي تتنفذ.
فهي بتعمل تشيك على الكاري فلاج. اذا قيمته 1 معناته لازم اطرح واحد من الرقم، يعني انفذ عمليه البرو اللي حصلت اعكسها على الهاير ديجيتس. هوبفولي انه يعني الفكره واضحه ان شاء الله. طيب اذا بعيد على السريع، اخذنا اول وورد من الرقمين وحسبنا الناتج، والناتج خزناه في الريزلتس عن طريق هذا الانستركشن. بعد هيك رجعت اخذت the other two bytes وشيكت على الكاري فلاج بالنسبه لهي الاوبريشن، هل كان الكاري فلاج صار 1 يعني صار عندي برو؟ اف يس معناته بدي اعمل سب وذ برو. سب وذ برو راح تعمل سبتراكشن عاديه بس بالنهايه تعمل ماينس 1 كمان، بالاضافه للسبتراكشن تعمل ماينس 1. فهون راح ناخذ بعين الاعتبار البرو اللي حصله. بالنهايه راح يطلع عندي جواب في الاي اكس، برجع بخزنه بالهاير وورد في الريزلت. طلعوا ريزلت بلس 2 لما رحت على الميموري، اللور 2 بايتس اتخزن فيهم الجواب من هون، الان الهاير 2 بايتس بدي اخزن فيهم الجواب الباقي، باقي الاجابه يعني. شوف كيف نحل هذا السؤال كالتالي. لاحظوا اول 3 لاينز بيعملوا هاي الستيب، الجواب بيطلع بهذا الشكل، والكاري فلاج سيت يعني الكاري فلاج ايكوال 1. بما انه الكاري فلاج ايكوال 1 ايش معنى هالكلام؟ معناها صب وذ برو لما تتنفذ راح تعمل سبتراكشن للتو ووردز اللي ضلوا عندي، اضف الى ذلك ماينس 1 لانه صار برو باللور وورد اللي صارت، فبيكون الجواب النهائي هيو. وهذا الجواب او هذا الداتا اللي راح تتخزن وين؟ في الريزلتس. طيب الان خلينا نشوف المالتيبليكيشن والديفيجن سكشن 3.2 في الاسمبلي لانجويج بروجرامينج. اول شيء في اشياء ضمنيه مع المالتيبليكيشن والديفيجن لازم اكون فاهمها، فلازم اتذكر المالتيبليكيشن امبليسيتلي بتعامل بطريقه معينه مع الاي اكس والاي ال والاي اتش والدي اكس، ايضا الديفيجن برضه بيتعامل معهم بطريقه معينه. ضروري اذكر اثناء ما اعمل كود فيه مالتيبليكيشن وديفيجن هاي الديتيلز اللي راح نجيها. بدايه نبدا مع المالتيبليكيشن. في عندي ثلاث حالات في المالتيبليكيشن، ممكن يكون عندي بايت تايمز بايت لها طريقه معينه. ممكن يكون عندي وورد تايمز وورد، يعني تو نمبرز حجمهم الواحد فيهم يكون وورد. او ممكن يكون عندي تو نمبرز واحد حجمه وورد والثاني بايت. نشوفهم واحده واحده. هلا اذا كان عندي 2 بايتس بدي اعمل لهم مالتيبليكيشن، لازم اول واحد فيهم لازم اكون مخزنه في الاي ال، تحديدا في الاي ال ومش اي حدا ثاني. والسكند اوبيراند الرقم الثاني اللي هو ايضا 1 بايت ممكن يكون موجود في اي ريجستر يدعم ال1 بايت اللي هم هاف اوف ذا جنرال بيربس ريجسترز، وممكن ايضا يكون ميموري لوكيشن. الجواب ناتج عمليه الضرب المالتيبليكيشن وين بتخزن تلقائيا؟ راح الاقيه في الاي اكس. لما نشوف بالامثله بعد شوي راح نشوف انه في اشياء هون موجوده الان وفي شرح عليها، الانستركشن نفسه ما بيدعمها، ما بنشوفها احنا، هي ضمنيه. بعدين باخذ الريزلتس من اي اكس وبخزنها في الفاريبل او في الليبل الخاص في الريزلتس. طيب اطلعوا لما كنا بايت تايمز بايت كان عندي مجموعه امور، كان عندي اي ال بخزن فيه الفيرست اوبراند، كان عندي الاي اكس راح الاقي فيه الجواب النهائي. نفس الفكره هون وورد تايم وورد،
الAX بيخزن فيه الـ first operand، الـ second operand ممكن كذلك الأمر يكون register أو memory، والجواب راح ألاقيه في الAX والDX. يعني لازم أشيك على AX وDX وأشوف إيش فيهم قيم، ضروري، لأنه ممكن word times word الجواب يكون حجمه ما بيوسعه only one word، ما بيوسعه only one register، الـ AX ما بتكفي، فبضطر أستعين بالـ DX. هلأ إذا الـ AX وسعت الـ DX راح نلاقي فيها zeros خلاص، أما إذا الـ AX ما كفت لعملية المالتبليكيشن تلقائيا المايكرو بروسيسور لوحده راح يستعين بالـ DX ويكمل كتابه على الـ DX. طيب لو كان عندي word times bytes، هاي بتشبه كثير الword times word، يعني بنتعامل معها على انها word times word، بس ايش الاستثناء اللي بده يصير؟ لاحظوا انه هون في عندي واحد من الاوبراندز عباره عن بايت، هذا البايت بجيبه بخزنه في الاي ال، وكوني بدي استخدم نفس النوتيشن word times word بدي احجز الاي اتش، بدي اتاكد انه الاي اتش فيه زيرو، بدي اخزن بالاي اتش زيرو، والبايت الموجود عندي اخزنه في الاي ال اصبح اي اكس في عندي تايمز the other operand اللي ممكن يكون موجود في register أو في memory and that's it. الresults وين بتكون؟ زي ما حكينا هي بتشبه الword times word، معناته الresults راح يكون محجوز في الAX والDX حجب السايز، يعني حسب السايز أكثر، بيبدأ في الAX كlower word، وإذا في إشي higher word بدي أخزن فيه وبحتاج الDX أو بخزن في الDX. نشوف هذا المثال مثلا، في هذا المثال بيعمل بايت تايمز بايت. نشوف بهذا المثال انه في عندي 25 هكسا موجوده في داتا 1، عندي 65 هكسا موجوده في داتا 2، في عندي ليبل اسمه ريزلتس عشان اخزن فيه ناتج عمليه المالتيبليكيشن. لاحظوا هون مستخدمين عدد من انواع من الديفرنت ادريسنج مودز اللي غطيناهم، فلو بدنا نستخدم ريجستر ادريسنج مود مبدئيا بدي اخزن اول رقم في الاي ال، وقلنا اول اوبراند اجباري لازم يكون في الاي ال، ثاني رقم في البي ال، هاي مش اجباري، يعني بدل البي ال بقدر استخدم واحده من التالي، بقدر استخدم اي اتش، نعم، بقدر استخدم بي اتش، نعم، سي ال، نعم، سي اتش، نعم، بي ال، نعم، ودي اتش ايضا ممكن. إذن هاي كل الخيارات، أي واحد من هاي الريجسترز البايت ريجسترز بقدر أستخدمه مكان البي ال الموجود عندي. طيب اطلعوا الآن على الـ instruction mul be بي ال، ماذا يتضمن؟ هاي معناها روح لي على الـ AL أنا مخزن فيه قيمة، اعملها multiplication مع البي ال والجواب خزنه في الاي اكس. رغم انه الانستركشن اطلعوا ايش مكتوب، مل بي ال بس. بس انا بدي اعرف ضمنيا انه ايش بدي اعمل له مالتيبليكيشن مع البي ال؟ الشيء اللي موجود في الاي ال. والجواب الناتج وين بدي اخزنه؟ دائما بهيك حاله بتخزن في الاي اكس. فبعد ما اعمل هاي الاوبريشن تلقائيا بضل رايح تلقائيا لوين؟ على الاي اكس، بحكي له هات الجواب اللي عندك واعطيني اياه للريزلتس. ليش سميناه ريجستر ادريسنج مود؟ لانه استخدمنا البي ال، خزننا الرقم في ريجستر بالبدايه بعدين عملنا مالتيبليكيشن. طيب ايش كمان عندي ديفرنت ادريسنج مودز؟ دايركت ادريسنج مود، بهي الحاله بقدر استخدم دايركتلي الليبل الفاريبل نيم مع المالتيبليكيشن. بس ما انسى انه الفيرست اوبراند لازم يكون في الاي ال، وما انسى انه الجواب تلقائي راح يتخزن في الاي اكس. هاي ثوابت هاي في حال بايت تايمز بايت. طيب بقدر استخدم ريجستر اندايركت ادريسنج مود؟ الجواب نعم، بهي الحاله كنا بنخزن اوفست خاص بالفاريبل اللي عندي جوا بوينتر، ومن الامثله عليه اس اي. طبعا ايش كمان بقدر استخدم؟ بقدر استخدم دي اي او بي اكس ريجسترز بدل الاس اي. بعد هيك بحكي له ايش؟ طلعوا، وهي نقطه مهمه جدا، مال بايت بي تي ار اس اي. هلا هون لاحظوا ما كتبناها از
مال سكوير براكت اس اي سكوير براكت. ما كتبناها هيش هيك ليش؟ لانه سكوير براكت جواها اس اي تحتمل اني بدي اجيب 1 بايت او 2 بايتس من الميموري، تحتمل الخيارين. مين عاده اللي بيحدد لي؟ الاوبراند الاول. يعني مثلا لو كان عندي موف اي ال اس اي، هاي راح تروح على الميموري اللي بيأشر عليه اس اي وتجيب اونلي 1 بايت وتخزنه في الاي ال. بينما اذا كان عندي هون اي اكس راح تروح على الاوفست اس اي، والاوفست اللي بعده اس اي بلس 1 تجيب ال2 بايتس الموجودين في الميموري وتخزنهم في الاي اكس. طب لما اكتب مل اس اي بهذا الشكل، هلا مش محدد لي هون انه اي ال ولا اي اكس الفيرست اوبراند، والسكند اوبراند بتعطيني ميموري ادرس يحتمل اني اجيب 1 بايت ويحتمل ايضا اني اجيب 2 بايتس. فهون اجباري لازم احكي انه انا من الميموري ادرس اللي رايح عليه اللي باشر عليه الاس اي بدي اجيب اونلي 1 بايت، في حال انا شغال على بايت تايمز بايت اكزامبل. لازم انبه الاسمبلر انه انا بدي 1 بايت اجيبه من الاس اي لوكيشن واعمل له ملتيبليكيشن مع مين؟ هلا مال تحتمل انه الملتيبليكيشن مع اي ال او مع اي اكس. هلا بما انه هذا بين الان معنى انه 1 بايت، معناها على الاكيد انا بدي اي ال اعملها ملتيبليكيشن مع الرقم اللي جبته من الميموري، والريزلتس راح تكون مخزنه في الاي اكس، وبعدين بنقولها لمين؟ للريزلتس. نشوف مثال word times word. لما حكينا word times word تعلمنا مجموعة من الأشياء الثابتة. الـ first operand بدي أخذنه initially قبل الـ multiplication، بدي أخذنه في الـ AX. الـ second operand ممكن يكون register، ممكن يكون memory. إيش يعني memory؟ ممكن يكون الـ label نفسه أستخدمه الخاص بالـ variable إذا كان معرفه as word، أو بقدر أخزن الاوفست في ريجستر بصير اسمه ريجستر اندايركت واستخدم. طيب الريزلتس وين راح تكون مخزنه؟ وهي نقطه لازم ننتبه لها. هلا اذا الاي اكس كفت خلاص الجواب بتخزن فيها. اذا احتجنا يعني اذا الجواب النهائي كان اكبر من اف 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 هيكسا، هون راح احتاج اني اخزن الرقم او الجزء اللي بعد ذلك في الدي اكس. فأنا تلقائيا معناها بعد ما أعمل word times word لازم أشيك على شغلتين، لازم أشيك على الـ x والـ dx عشان أعرف الجواب المطلوب كم هو أو النتيجة كم هي. يعني إذا نرجع لمثالنا، ذكرنا في هذا المثال إيش عندي. نشوف إنه أول variable سميناه d3 define word 2 بايتس، يعني هيهم. ثاني فاريبل اسمه دي داتا فور، برضه مستخدم معاه الدايركتيف دي دبليو. انا بدي احاجز 2 بايتس في الموري وحاط فيهم هاي الرقمين وباشر عليهم مين؟ داتا فور. طبعا داتا فور فعليا هو باشر على اول بايت، بس بما اني مسميه نوعه دي دبليو فهو راح يشيلهم الاثنين مع بعض اذا لما احكي له جيبهم او استخدم. بلغة أخرى، بما أنه أنا عندي هون define word، معناها مش بحاجة أستخدم مع هذا الانستركشن word btr، بكفيني أكتب directly الـ variable name. مع البايت أنا بقدر أستخدم الـ variable name، بس إذا كنت بستخدم عفوا بوينتر مثل اس اي او دي اي او بي اكس بيأشر لي على ميموري لوكيشن، بحتاج اني احدد انه وورد بي تي ار او بايت بي تي ار. المهم هون النتيجه اول شيء الداتا 3 اخذتها للاي اكس، بعدين عملت مال داتا 4. ايش معنى هالكلام؟ داتا 4 فاليو اعملها ملتيبليكيشن مع الفاليو الموجوده في الاي اكس اللي هي داتا 3، والريزلتس وين بتكون؟ في الاي اكس والدي اكس. فانا دائما ايش بعمل؟ بحكي خذ الاي اكس خزنها باول وورد
لاحظوا أنا الـ results حاجز لها two words. أول word خزنت الـ AX فيها، والآن هلأ إذا ما زاد إشي على الـ DX تلقائيا ما حلاقي DX فيه zeros، وإذا زاد بلاقي فيه قيمة. فأنا على جميع الأحوال الـ DX بنقوله لثاني word. هون عملت plus two displacement للـ result one عشان أخزن. يعني هون إيش معنى هالكلام؟ معناها الريزلتس حاجز كم مكان؟ حاجز 2 ميموري لوكيشنز 1 2 3 4. الجواب اول بايت راح يخزن لي اياه هذا الانستركشن، راح ياخذ اي اكس يخزن الفاليوز الموجوده فيها بهذا المكان. يعني استخدم انا الكلر move result 1 ax راح يجيب الناتج ويحط لي اياها. الان ممكن الدي اكس فيها كلام، بحكي move from dx للريزلت 1 بلس 2. لاحظوا الريزلت 1 مأشر على بدايه هذا المكان، بلس 2 بلس 1 بتأشر لي هون، بلس 2 بتأشر لي هون، اذا بصير هون بيأشر. اذا اعطيني دي اكس وخزنها بهاي الاريا ال2 بايتس الموجودين عندي اللي هم ثاني 2 بايتس او ثاني وورد بالنسبه للريزلتس. طيب نشوف هذا الاكزامبل. هون بدنا نشوف word times bytes. ذكرنا عن هاي الحالة انها مشابهة جدا لمين؟ ل word times word. بس ايش الاختلاف؟ اني انا بدي اراعي بعض التفاصيل. اول فكرة البايتس الموجود عندي بدي اخزنه في الاير. ثاني فكرة لازم أعمل كلير للـ AH. واحدة من الطرق أني أطرحها من نفسها sub AH, AH، أو بقدر أعمل move AH 0. أو بقدر أعمل رح نجيها هاي and AH مع 0، أو بقدر أعمل XOR AH مع نفسها. رح نشوف إن هذول كلهم بيحولوا بالنهاية الـ AH إلى 0، بيعملوا كلير للفاليو الموجودة في الـ AH. إذا هاي جزئية مهمة. ليش؟ لأنه المل المالتيبليكيشن هاي اللي بتصير هون رح تاخذ AX كاملة وتعمل مالتيبليكيشن. فأنا الرقم اللي أصلا موجود عندي حجزناه في الـ AL، إذا الـ AH إذا كان مخزن فيها شيء مسبقا راح يأثر على المالتيبليكيشن وراح يأثر على الجواب. فلازم أعمل كلير للـ AH وأتأكد إنه زيرو قبل ما أعمل المالتيبليكيشن. لأنه فعليا المالتيبليكيشن هاي إيش راح تعمل؟ راح تحكي أعطيني الـ AX وأعمل له مالتيبليكيشن مع مين؟ مع الـ Data 6. والجواب وين راح يتخزن؟ زي ما تعلمنا بالـ DX والـ AX. الـ AX إذا كفت كان به، ما كفت بكمل على الـ DX. ولما يخزن الجواب اطلعوا هين ايش عمل. الليبل الخاص بالـ Results حاجز تلقائيا تو words. فبياخذ الـ Offset الخاصة فيه بيخزنها في الـ BX. لاحظوا هون بنستخدم Register Indirect. وهون الـ AX اللي هي اللور وورد بخزنها في المكان الحالي راح تحتاج او تحتل 2 بايتس. الـ 2 هاير بايتس بشوف الـ DX ايش فيه كمان وخزنه بالـ 3rd and 4th بايتس. كمختصر او ملخص
للmultiplication of unsigned numbers. هذا التابل بيعطيني ملخص كامل. في أول كولوم بيعطيني الكيس byte times byte word times word byte times word whatever. هون بيعطيني الأوبراند الأول إيش لازم يكون فيه، الأوبراند الثاني إيش ممكن يكون، والresults وين بلاقيها بعد المultiplication process. طيب نشوف الديفيجن. الديفيجن ايضا او لها 4 كيسز بدلا من 3 كيسز، تختلف عن المالتيبليكيشن. ممكن يكون عندي بايت ديفايدد باي بايت او وورد ديفايدد باي وورد. وزي المالتيبليكيشن هي فيها اشياء ضمنيه انت لازم تكون حافظها انه هي هيك تفترض. ايضا في عندي وورد ديفاين بايت، وفي نوع ما شفناه بالمالتيبليكيشن ممكن يكون عندي دبل وورد ديفايدد باي وورد. طيب بكل حاله نشوف النومينيتر وين لازم يكون مخزن والدينومينيتر وين لازم يكون مخزن. لما نحكي نومينيتر ودينومينيتر ايش يعني؟ الفراكشنز بالماث البسط بالعربي اسمه نومينيتر، واللي موجود تحت المقام اسمه denominator. And that's it. انا لما بكون عندي something like this بدي اعرف النومينيتر وين اخذته والدينومينيتر وين اخذته. او ممكن نفهمها as ob1 divided by ob2. ob1 هو النومينيتر، ob2 هو الدينومينيتر. طيب اذا كنت بدي اعمل division byte over byte معناها لازم قبل ما اعمل الديفيجن بروسيس اجيب النومينيتر الرقم اللي بدي اقسمه اخزنه في الاي ال، الاي اتش احجز فيها زيرو اعمل كلير لها، الدينومينيتر ممكن اخزنه في ريجستر او ممكن اقراه دايركتلي من الميموري او وات ايفر مش قضيه. الان ناتج عمليه القسمه هو هون بيعمل زي شيء اسمه integer division، يعني ما بيتعامل مع decimal point. فناتج عملية القسمة راح يخزنه في الـ AL الـ quotient والريميندر في الـ AH. للتوضيح لو كان عندي التالي، لو كان عندي الأرقام أو الـ process التالي 8 أو خليها 7 divided by 6. الكوشنت ناتج عملية القسمة 2، يعني 6 تقسيم 6 2 بضل عندي 1، إذا الريميندر 1. طب مثال ثاني، لو كان عندي 15 divided by 4، لاحظوا أنها 12 divided by 4 3، إذا الكوشنت 3. مستحيل الكوشنت تكون 4 لأنها بتحتاج رقم أكبر من 15. الريميندر طب اذا 3 كانت ناتج القسمه 3 تايمز 4 12 قديش الفرق؟ 15 ماينس 12 3، معناها الريميندر بيكون فيها 3. كمان مثال، لو كان عندي 10 ديفايدد باي 4 ناتج القسمه 2 9، ناتج القسمه بيكون عندي 2 والريميندر بيكون عندي 1. اذا صار عندي تصور ايش يعني كوشنت وايش يعني ريميندر بفترض. اذا النومينيتر لازم اخزنه بداية اذا كان عندي بايت ديفايدد باي بايت في الاي ال، الاي اتش لازم اعطيه زيرو، الدينومينيتر بقدر اخزنه في ريجستر او ممكن يكون في الميموري بقدر اقراه مباشرة من الميموري، الريزلتس الكوشنت راح الاقيه لحاله مخزن في الاي ال، الاي اتش بشيك عليها عشان اعرف كم الريميندر. طيب نفس الطريقة نتبع مع الباقي. طلعوا
word by word النيميناتر راح يكون في الاي اكس، الدي اكس لازم اعمل له set to 0، الدينيميناتر ممكن يكون register او memory، الناتج الكوشنت بيكون في الاي اكس والريميندر في الدي اكس. طلعوا بدل اي ال صار في عندي اي اكس، وبدل اي اتش صار في عندي دي اكس، مقارنه بين الحالتين يعني. طب word divide by byte، الاي اكس بتمثل النيميناتر والدينيميناتر ممكن يكون ريجستر او ميموري، وهون اكبر حجم ممكن يكون الكوشنت ناتج عمليه القسمه اللي راح يتخزن في الاي ال، اكبر رقم ممكن اف اف، اذا كان اكبر من ذلك راح يعطي ايرور. اذا كان الكوشنت اكبر من اف اف هاي الديفيجن راح تعطيني ايش؟ راح تعطيني ايرور. اذا ناتج القسمه راح الاقيه في الاي ال والريميندر راح الاقيه في الاي اتش. طب لو كان عندي دبل وورد ديفايدد باي وورد، هاي الحاله النيميناتر راح احتاج اقسمه على اي اكس ودي اكس اخزنه فيهم، الدينيميناتر ممكن يكون اي ريجستر او ميموري ادرس، وهون اكبر رقم ممكن يتحمله الاي اكس الكوشنت هو 4 اف. اذا كان رقم اكبر من اف 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 راح يعطيني ايرور ايضا، هذا الكوشنت، والريميندر راح الاقيه في الدي اكس. واضح في باترن عام يعني، اذا فهمت الاولى قص عليها اي ريجسترز اللي بيكونوا محجوزين او كذا. بدنا بس في نحكي عن بعض الامور الخاصه بدبل وورد ديفايدد باي وورد لو كان عندي هاي الاوبريشن. الدي اكس لازم تشيل الموست سيجنيفيكانت وورد، ايش يعني؟ يعني نفرض كان عندي فاريبل اسمه day1 define double word وكان فيه الرقم 10. اللي راح يصير ال most significant word هي اللي راح يتم تخزينها او لازم اخزنها في dx، وال lower word 2 بايتس هذول اللي اقل يكونوا في الاي اكس. هاي نقطة لازم اراعيها لما بعمل هاي الاوبريشن. ايش كمان عندي؟ هون في عندي معلومة هي فعليا جواب لسؤال. هلا لما احنا نكون كاتبين somewhere بالكود مثلا div dx، هاي ايش معناها؟ او خليها بدل دي اكس سي اكس. ايش معناها؟ معناها او خلينا نشوف الدينومينيتر لما بيكون only one word 2 bytes ايش الحالات بتكون؟ لما بدي اقسم على word ايش الحالات اللي بتكون عندي؟ إذا بدنا نشوف الحالات اللي بيكون فيها الدينومينيتر عبارة عن وورد، لاحظوا هاي الحالة وهاي الحالة. هذا الوورد ممكن يكون ريجستر أو ميموري، وبرضه بهاي الحالة ممكن يكون ريجستر أو ميموري. السؤال لما أكون كاتب some instruction like this div مثلا bx، هل الاسمبلر راح يختار وورد ديفايدد باي وورد ولا راح يختار دبل وورد ديفايدد باي وورد؟ وكيف انا بقدر اعطيه اشاره انه اختار هاي او هاي؟ هو دائما دائما بيختار دبل وورد ديفايدد باي وورد. بلغه اخرى دائما راح يحكي معناها انا بدي اجيب دي اكس اي اكس واعمل لهم ديفيجن باي دي اكس. علشان هيك لو رجعنا على هذا الجزء لما كان عندي word divided by word حكينا النومينيتر بنخزنه في الاي اكس، لكن البي اكس الدي اكس ضروري اخزن فيه 0 لانه فعليا بياخذ قيمته وبيقراها وبيعمل ديفيجن.
بغض النظر انا عندي هاي الحاله او هاي الحاله، عشان هيك انا بحرص انه الدي اكس هون انها تكون زيرو. اذا الديفيجن زي الملتيبليكيشن، اذا كان عندي هون وورد بيحكي دي اكس اي اكس اقسمها على هاي الفاليو. اذا كان عندي هون بايت، شو يعني بايت؟ يعني مثلا ديف بي ال، هون بيحكي جيب البي الاي اكس واقسمها على البي ال. لاحظوا الحالتين اللي بيكون فيها الدينومينيتر عباره عن بايت، بالحالتين هو راح يستخدم الاي اكس از نومينيتر، لكن اذا استخدم فقط الاي ال لازم الاي اتش يخلي قيمته زيرو، لانه فعليا راح يستخدم الاي اكس. هوبفلي تكون الفكره هاي واضحه. الآن في عندي special cases. إذا كان عندي ناتج القسمة divided by zero، إذا denominator by mistake أنا كان zero وعملت عليه division، هون راح يعطيني يعمل uninterrupt ويعطيني زي exception إنه صار عندك خطأ أنت عملت division by zero. الانتربت راح نجيهم لاحقا، لذلك ما تشغلوا بالكم فيهم كثير. أيضا لو كان ناتج عملية القسمة اللي هي الكوشنت رقم كبير جدا ما بيوسعه المكان المخصص لحفظ الناتج، برضه بيعمل لي uninterrupt is occurred، بيعمل interrupt. رح نيجي للانتربت لاحقا ونشوف ايش فكرتهم ايش معناهم وطرق التعامل معهم ان شاء الله. نشوف هذا المثال. في هذا المثال انا عندي بايت ديفايدد باي بايت. لو بدي اعمل ديفيجن بايت ديفايدد باي بايت، نفرض انه عندي دي 7 ودي 8، بدي اجرب اعمل دي 7 ديفايدد باي دي 8 اللي هي 95 على 10. لاحظوا هاي ديسيمال فاليوز، هاي ديسيمال فاليوز، يعني لو عندي 95 تقسيم 10 الكوشنت كم بيساوي؟ 9، والريميندر بيساوي 5. واضح 10 ضرب 9 90، قديش بضل عندي؟ 5. 5 اقل من ال 10 فهي ريميندر. طيب اخذنا الاي ال خزننا فيها الرقم 95، اتاكدنا انه الاي اتش 0، عملنا كلير للاي اتش، بعدين عملنا ديفايدد باي 10. طبعا في هاي الحاله احنا مستخدمين ايش؟ اميديت مود، وهي الحالة ايش؟ not allowed، ما بصير استخدمها. مع الديفيجن ما بصير استخدم هون immediate data. ذكرنا الدينومينيتر ايش لازم يكون؟ ذكرنا لازم يكون اما register او memory. memory يعني label بستخدمها او register بأشر عليها او whatever. إذا هاي الحالات. إذا register addressing mode، direct addressing mode، register indirect addressing mode. ثري مودز بس هذول اللي ممكن استخدمهم مع الديفيجن بروسس. وهم نفسهم أيضا اللي بقدر استخدمهم مع المالتيبليكيشن. طيب. الحالة الثانية إني أستخدم الدايركت مود، أستخدم الفاريبل نيم. هذا سميناه دايركت مود. هون الـ AL راح يخزن فيها الكوشنت. لاحظوا الـ Q out أنا بدي إياها في variable والـ remainder في another variable. فالـ AL بنسخ قيمتها على Q out والـ AH بنسخ قيمتها على الـ remainder. وزي ما حكينا راح تكون النتائج 9 و 5، الجواب 9 وباقي القسمة 5. هون برضو بدنا نستخدم different addressing modes لنفس المثال، وهون بنجرب نستخدم register addressing mode. يعني مبدئيا الداتا 8 خزنتها في البي اتش، بعدين عملت division على البي اتش register، فهذا اسمه register addressing mode، والباقي طبعا زي ما كملنا.
ممكن استخدم register indirect addressing mode. بهاي الحالة ذكرنا باخذ الـ offset للـ variable بخزنه في register as pointer. بهاي الحالة بقدر استخدم si أو di أو bx. برجع هون لما أحكي div، قلنا الإشي اللي بيعلم الـ division إنه أنا عندي byte division ولا word division، الأوبراند الموجود عندي هون. طب إذا كان الأوبراند هذا هو عبارة عن pointer to some memory location، هون لازم أستخدم الـ btr directive وأحكي إنه أنا بدي byte أو بدي word. فضروري نراعي هاي الحالة دائما، هاي الحالة اللي بيكون فيها مع الـ division والـ multiplication. إذا كنت أنا مستخدم هون بوينتر بيأشر لي على ميموري لوكيشن، لازم احدد انه انا بدي اجيب من هذا الموقع بايت ولا 2 بايتس باستخدام البي تي ار دايركت. بالنهايه طبعا هون خطا اي اكس تو 2 ودي اكس تو 2، المفروض اي ال واي اتش، لأنه عم نحكي بايت ديفايدد باي بايت فعليا، أو ممكن وورد ديفايدد باي بايت. هون المفروض يكون عندي AL وتحت بدل DX الأصل عندي AH، بس بالخطأ أنا كاتبه. هذا مثال word divided by word، مستخدمين هون only one addressing mode. واضح من addressing mode register addressing mode، خزننا القيمة في الريجستر بعدين عملنا division. هاي تلقائيا ايش بتعمل؟ تأخذ ال dx ax وبتقسمها على ال bx. ناتج عملية القسمة راح يكون في الـ AX وباقي عملية القسمة راح يكون في الـ DX، فهذول راح استخدمهم عشان أخزن في الـ quotient والـ remainder variables. واضح إنها 10050 divided by 100، الجواب 100 وباقي القسمة 50 in terms of decimal، والهكساديسيمال هاي الـ values المقابلة. طب لو كان عندي word divided by byte بيشتغل نفس المبدأ، بس هون عفوا نفس مبدا بيشبه البايت ديفايدد باي بايت. فهون الدينومينيتر لازم يكون ايش؟ بايت. الان ناتج القسمه راح يكون في الاي ال وباقي القسمه في الاي اتش. طبعا واضح هون انه ناتج القسمه هذول ارقام ديسيمال، 2055 تقسيم 100 الجواب 20 الكوشنت والريميندر 55. يعني هون راح يكون عندي 20 والريميندر 55 ديسيمال، طبعا راح يتخزنوا في الاي ال والاي اتش از هيكسا ديسيمال. يعني بدك تشوف ايش الريبريزنتيشن الخاصه بالهيكسا ديسيمال، كل شيء بيكون مخزن في الميموري في الريجسترز از هيكسا ديسيمال. الحاله الاخيره من الديفيجنز حكينا في عندي دبل وورد ديفايدد باي وورد. في الحاله هاي ذكرنا معلومه انه هذا ديسيمال نمبر، اجين لما نحوله لهكسا ديسيمال نقدر نحدد كم بايت محجوز بالارقام، هو راح يتخزن في الميموري از هكسا ديسيمال. المهم هون احنا بدنا نعمل دي 1 ديفايدد باي دي 2، عفوا داتا 1 ديفايدد باي داتا 2. لاحظوا هون اول شيء انا باخذ اول وورد اول 2 بايتس من داتا 1، اللور دوت 2 بايتس من داتا 1 خزنتهم في الاي اكس، والهاير 2 بايتس من داتا 1 خزنتهم في الدي اكس. هيك الرقم اللي بيمثل داتا 1 موجود الان في الدي اكس والاي اكس. اذا اللور وورد والهاير وورد الان موجودين، الخاصين في النمنيتر موجودين وين؟
في الـ DX والـ AX. الآن بعمل div word. لاحظوا data 2 إيش حجمها؟ word. هذا معناه إنه روح شوف لي إيش فيه بالـ DX والـ AX واعمل لهم division by data 2 اللي هي 4 bytes أو 2 words divided by word. وتعلمنا إنه الجواب كيف راح يكون؟ ناتج عملية القسمة راح يكون في الـ AX وباقي عملية القسمة راح نلاقيه في الـ DX. وهذا في عندنا هون summary لكل الحالات اللي مرينا عليهم خلال موضوع الـ division of unsigned numbers. ندخل على section 3.3. هذا السكشن اللي بيحكي لنا عن logic instructions. ايش يعني logic instructions؟ معناها ممكن نشوف and or xor. في عندنا كمان اظن shift instructions وال compare instructions راح نيجي. نبدا الان مع ال and instruction. الشكل العام لهذا الانستركشن هو عبارة عن النيمونيك كلمة and. first operand بمثل destination كما second operand اللي هو source. طبعا المسميات هون لا تنطبق source و destination لأنه أنا بعمل anding bitwise between two these operands والجواب بخزنه بالنهاية في destination. أنا بعمل anding operation between source and destination. شو يعني anding؟ بتبع هاي الروت. إذا كان البت الأول والثاني الموجودين عندي 1-1 بدي أعمل بينهم أندينج الريزلتس بتكون 1. أما باقي الحالات أي واحدة منهم 0 أو الاثنيناتهم 0 ناتج الأند أوبريشن دائما بيكون 0. مثال ثاني، لو كان عندي هذا الرقم بدي أعمل له أندينج مع هذا الرقم إيش الجواب راح؟ 1 and 1 1 0 and 0 0 1 1 and 0 0 1 and 0 0 1 and 1 1 0 and 0 0 0 and 1 0. هاي نتيجة الـ AND operation A4. طيب ننتبه لبعض الامور المتعلقه بهذا الانستركشن. اول شيء الفيرست اوبراند او ممكن نحكي عنه الديستنيشن ممكن يكون ريجستر وممكن يكون ميموري. طبعا لما نحكي ميموري يعني في ليبل بياشر عليه او ممكن يكون في عندي اس اي دي اي او بي اكس بوينتر بياشر عليه او وات ايفر، واحده من هاي الطرق اللي بنقدر نوصله اما دايركت ادريسنج مود او ريجستر اندايركت ادريسنج. السورس اللي هو السكند اوبراند ممكن يكون ريجستر ميموري او اميديت داتا. لاحظوا بهذا الانستركشن عادي لو شفنا something like this and ah كوما 08 مثلا اميديت داتا مقبول مع الاند اوبريشن. ايضا دائما اذا عملت اند انستركشن دائما بعد الاند انستركشن الكير فلاج والاوفر فلاج بصير لهم كلير بغض النظر عن نتيجه الاند، بغض النظر عن الاوبريشن اللي حصلت، بغض النظر عن الفاليوز الخاصه بالتو اوبرانز. دائما الكير فلاج والاوفر فلو فلاج بصير قيمهم زيرو بعد هذا الانستركشن. اما بالنسبه للباريتي فلاج زيرو فلاج اند ساين فلاج بتعتمد على الاوبريشن اللي حصلت، يعني ايش الريزلتس اللي تخزنت في الديستنيشن بتاثر على الثري فلاجز الباريتي زيرو اند ساين فلاجز. واحده من اهم استخدامات الاند انستركشن اني اعمل ماسكينج. شو يعني ماسكينج؟
تخيل انه عندي رقم بتكون من 4 digits هكسر. وانا بدي اخلي فقط الديجيت الثاني والرابع من اليسار لو عديت، يعني بدي اخلي الرقم 2 والرقم 4 والباقيين ايش ما كانوا الغيهم. بكل بساطة لو نفذت الانستركشن التالي، لو كان عندي في الـ AX 0101 وجيت عملت هون ايش؟ AND AX مع هذا الرقم، ايش اللي راح يصير؟ كل مكان مقابله زيرو راح يعمل له ماسكينج، راح يعمل له كلير، راح يلغي وجوده. فهي الزيرو راح تلغي هاي، والزيرو هاي راح تلغي هاي، وال1 بتمرر الفاليو از ات از. فالجواب هون ايش راح يكون بعد ما نعمل الاند اوبريشن هاي؟ الجواب راح يكون 0204. احنا عملنا ماسكينج لجزء معين من هذا الفاليو. طبعا بتقدر تعمل ماسكينج لاي جزء بدك اياه. الجزء اللي بدك تعمل له ماسكينج تخفيه تلغي وجوده في الاوبراند الاول، حدد انه يكون زيرو. طبعا ممكن تكتبه باينري، يعني تحدد اي بت بدك تعملها ماسكينج واي بت تخليها عادي، تقدر. ايضا من الامور المتعلقه بالاند انستركشن، هذا الانستركشن لو كتبته ايش بيعمل؟ بيعمل تشيك. على الاي اتش اذا كانت زيرو او لا. هلا اذا عملت اند اي اتش اي اتش والزيرو فلاج صار 1، يعني ناتج العملية كان زيرو، بعرف انها الـ AH زيرو، وغيرها معناته AH مش زيرو. نحاول نفهمها. لو كان الـ AH فيها مثلا 01 هيكسا، عملت لها اندنج مع نفسها، الجواب ايش راح يكون؟ 01 هيكسا. لأن الـ corresponding bytes لهم نفس القيمة، فالـ 1 اندنج مع 1 بتضل 1، 0 اندنج مع 0 بتضل 0. فناتج الاوبريشن اذا كانت زيرو معناها اصلا الاي اتش فيها زيرو. ناتج الاوبريشن اذا كانت اي رقم مش زيرو معناها الاي اتش اصلا هي قيمتها مش زيرو. ولاحظوا هي ما بتعدل، ما بتغير على قيمه الاي اتش، يعني بعد هذا الانستركشن ايش كان في الاي اتش قبل هذا الانستركشن راح يضل فيه. بس هون الزيرو فلاج راح يتاثر. اذا الاي اتش اصلا كانت زيرو بعد هذا الانستركشن الزيرو فلاج راح تصير 1. كاشاره بيحكي لي انه الاي اتش قيمتها زيرو. And that's it. نشوف examples. Example 35. لو خزننا في ال BL الرقم 35 هيكسا، بعدين عملت له ending مع 0F. طلع هاي واضح انها masking. كيف يعني masking؟ لاحظوا انها ال 0 هاي الموجودة هون راح تلغي وجود 3. والF راح تمرر 5. فايش ناتج هاي؟ لو نشوفها in terms of binary 3 5 ending with 0 f. الجزء الأول هذا راح يخلي هذا كامل يصير زيرو بغض النظر ايش هي. الجزء الثاني هون بما انه كله ones راح يمرر هذا as it is. And that's it. اذا الجواب راح يصير 05. نشوف. نعم الجواب 05. وهون اعطاني زي ملخص عن الفلاجز اللي تاثرت بهاي الاوبريشن و
واعطاني معلومه انه الكاري فلاج والاوفر فلو فلاج هم زيرو صار بعد هاي الاوبريشن دائما بصيروا زيرو بغض النظر عن الاوبرانز فاليوز. شوف الاور انستركشن بتشبه كثير 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 الاند انستركشن. هي اور ديستنيشن مع سورس، تعمل اورينج بين تو اوبيرانز، النتيجه بتكون بالديستنيشن. الديستنيشن ممكن يكون ريجستر او ميموري، السورس ممكن يكون ريجستر او ميموري او اميديت داتا. الاور دائما شو بتعمل زي الاند، الكاري فلاج والاوفر فلاج الاوفر فلو فلاج بصيروا زيرو بعدها، وحسب ناتج الاوبريشن الباريتي فلاج زيرو فلاج ساين فلاج بتتاثر. الاور احيانا نستخدمها عشان نعمل سيت لسيرتن بيتس تو 1. لاحظوا الان كانت تعمل كلير لسيرتن بيتس، يعني اذا بدي اصفر شيء معين بستخدم اند اوبريشن ومحل المقابل هاي المعلومه بدي اخليها زيرو بحط زيرو بالسكند اوبراند بضمن انها تصير زيرو. الاور لا، عكسها بتعمل. إذا في بت معين أنا بدي إياها تصير واحد بغض النظر عن القيمة الأصلية، في السكند أوبيران بضيف واحد مقابلها. يعني لاحظوا لو كنت بدي الجواب يكون الهاير نيبل وانز واللور نيبل بغض النظر وات بغض النظر إيش، وكان الرقم أصلا بهذا الشكل وجيت بدي أعمل أورينج حسب ما بنعرف اور كيف تشتغل. اذا كانوا التو فاليوز زيروز الجواب بيكون زيرو، غير هيك الجواب 1. فلاحظوا راح تصير هاي 1 1 1 1 0 1 0 1. لاحظوا ايش صار هون، بغض النظر عن القيمه الموجوده عندي هون، بما انه هون كلهم 1 الجواب لازم يكون كلهم 1. هلا هون بما انهم كلهم زيرو هاي راح تمر كما هي. ليش؟ لأن الأور إذا كانوا متشابهين بتعطيهم 1، إذا كان على الأقل أي واحدة فيهم 1 الجواب 1، أما إذا الـ 2 inputs 0 بهي الحالة الوحيدة بيكون الـ output 0. أيضاً الأور بقدر أستخدمها عشان أعمل تيست لريجستر معين إنه قيمته 0 أو لا. بعمل أورينج مع 0 وبعمل تشيك على الـ 0 flag. أورينج مع 0 راح يمرر الرقم كما هو. إذا كان الناتج زيرو معناها أصلاً البي ال زيرو. مثال على الأور إنستركشن، لو بدي أعمل أور بين 0504 و 0DA68 هكسا. الأورينج متبع الرولز الخاصة بالأور، جميع الحالات تعطي 1 الا اذا كانوا الكورسبوندينج بيتس الاثنين زيرو، الاندنج لهم زيرو. اذا طبعا هون الناس اكتب اتش، هم الرقمين اصلا هيكسا ديسيمال. لما بعمل اندنج اريح شيء اني احول الاشياء هاي باينري، لانه الباينري بتوضح لي وين زيروز وين وانز، بقدر اعرف الكورسبوندينج متى بصيروا زيروز ومتى بصيروا وانز. لاحظوا انه الساين فلاج الموست سيجنيفيكانت بت 1، زيرو فلاج زيرو لانه الجواب مش زيرو، باريتي فلاج ايكوال 1، وما ننسى دائما الباريتي فلاج مرتبطه مع مين؟ مع اللور بايت. وكيف مبدا عملها؟ ايفن باريتي اذا كانوا ايفن نمبر اوف وانز تعطيني الباريتي فلاج بتكون 1، واذا كان اود يعني عدد الوانز فردي الباريتي فلاج بتصير 0. وبرضه الاور مثل الاند الكاري فلاج والاوفر فلو فلاج بتحولهم الى زيرو. ناخذ اخر اوبريشن يمكن في هذا السكشن.
قبلها XOR. Yes. الXOR بدنا نذكر شغلة واحدة متعلقة فيها، إنه المتشابهين بتعطيني 0 والمختلفين بتعطيني 1. طب بناء على هذا الكلام، طبعا هي تتفق مع الاور بالنسبة للديستنيشن ايش ممكن يكون، والسورس ايش ممكن يكون، والفلاجز كيف ممكن يتأثروا. هاي الاشياء زي الاور وزي الان تماما، ما في فرق. يعني الان والاور والاكس اور متشابهين فيهم. من اهم وظائف الاكس اور انها بتعمل تاجيلينج لبعض البيتس، تعكسه. كيف يعني؟ لو كان انا عندي رقم حكيت بدي الموست سيجنيفيكانت 4 بيتس اعكسهم، الموست سيجنيفيكانت 4 بيتس ابدلهم، ال1 تصير 0 وال0 تصير 1، ايش بعمل؟ اعمل اكس اور مع 1. الجزء الثاني بدي اخليه زي ما هو، اعمل اكس اور مع 0. طب XOR مع 1 ايش بتعمل؟ 1 XOR 1 0، 0 XOR 1 مختلفين، يعني 1 متشابهين 0 مختلفين 1. طيب هون مختلفين 1 مختلفين 1 متشابهين 0 متشابهين 0. لاحظوا بالجزء الثاني، بالجزء الثاني مرت كما هي، بالجزء الاول عملت تاجلينج، ال1 صارت 0 وال0 صارت 1. هذا بسموه تاجل، يعني بيعكس الستيت، 0 بتصير 1، 1 بتصير 0. ايضا الاكس اور زي الاند والاور بقدر اعمل تيست على ريجستر معين اذا كانت قيمته 0 او لا. كيف؟ نفرض انه عندي ريجستر فيه هاي القيمه، بدي اعمل تيست قيمته 0 او لا، بعمل له اكس اور مع نفسه، او عفوا بقدر اعمل تيست وبقدر اعمل كلير. فهاي الستيب راح تعمل ايش؟ كلير فعليا وبتعمل تيست. سوري انا هلا الاكس اور اذا استخدمتها التو براندز نفس الريجستر بتعمل له كلير. يعني هون لو عملنا اكس اور الجواب على الاكيد زيرو. XOR AHAH بعمل clear ل AH. طيب لو كان عندي two operands بدي أتأكد أقارن بينهم إنه فيهم نفس القيمة أو لا، بعمل XOR عليهم الاثنين. إذا كان الجواب صفر معناته فيهم نفس القيمة، إذا الجواب ما كان زيرو معناته هم مش متساويين، ما فيهم نفس القيمة. Example 37 بدي اعمل XOR between two these numbers. عملنا XORing اعطاني الريزلتس واعطاني انه الكاري فلاج الاوفر فلاج صاروا زيروز على الاكيد، واعطاني البقيه كلهم اصلا زيروز لانه ساين فلاج زيرو، زيرو فلاج زيرو، باريتي فلاج ايضا زيرو لانهم اود نمبر اوف وانز. نكتفي بهذا القدر ونبلش مع الشيفت انستركشنز في المحاضره القادمه. يعطيكم العافيه جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.